ومن داخل حقائب ضيفنا نعيد استخراج وقائع اقتنفها الكثير من الغموض، كما نتصفح صورا لبعض الزعماء اللبنانيين كما رسمها كريم بقردوني. كريم بقردوني ذات مرة الراحل طه حسين قال إنه سني المولد شيعي الهوى، وقصد بشيعي الهوى الجدل. هذا الجدل في لبنان توقف منذ تسلم حسن نصر الله قيادة الحزب وأعلن عن ولاية الفقيه. أنت كما أعرف اجتمعت أكثر من مرة مع حسن نصر الله، ماذا تقول عنه في هذا الإطار؟ أولا أنا سألته عن موضوع ولاية الفقيه، هو قال كلام واضح لي وأعتقد أنه كلام أنا صدقته. قال لي ولاية الفقيه ما ممكن إلا تصير عندما يقبل الشعب بهذه العملية. نحن ما فينا نفرض ولاية فقيه، نحن فينا نفرض ولاية الفقيه على الشيعة، ولكن لا نستطيع أن نفرضها ولا على السنة ولا على المسيحيين. وأنا مقتنع أنه بلبنان يبقى عقائديا مع ولايات الفقيه بالطبع، ولكن سياسيا يعرف انه مستحيل بلبنان تطبيق ولايات الفقيه. واعتقد انه هو لديه من الخبره والذكاء انه يترك هذا الموضوع كموضوع ديني وليس موضوع سياسي. لكن ما بعرف اذا لاحظت او بتوافقني الراي انه كثير من الجدل توقف عند هذه الطائفة التي تميزت به بسبب حسن نصر الله. أنا بعتقد هو تعمد أنه ما تضل مطروحة ولاية الفقيه، لأنه لا تخدم ولا كشخص ولا كمشروع سياسي، وبالتالي أنا بعتقد في تعمد ويمكن في اتفاق هو وحليفه الأول نبيه بري على أنه هذه ولاية الفقيه نتركها على جنب، لأنه أولاً أول واحد للي مش مقتنع بولاية الفقيه هو حليف نبيه بري يدعو إلى الدولة المدنية طبعاً. وبتقديرك هذا ممكن تحقيق الدولة المدنية في لبنان؟ شوف، الدولة المدنية يجب أن تحقق في لبنان، ولكن وجود النظام الطائفي هو عقبة كبيرة. ولكن بدأ في خلينا نقول الأربع خمس سنوات الماضية أن النظام الطائفي انتهى، يعني تعب، تنفسه صعب، من خلاله الحلول ما عم تتأمن، وبالتالي أنا بعتقد النظام اللبناني الطائفي انتهى ولكن لم ندفنه بعد، بحاجة إلى دفن ونستبدله بالدولة المدنية. ولو الدولة المدنية كمان ستكون مشروع مش يعني تدريجي، لأنه الطائفية متجذرة في العقول والقلوب والواقع. كريم بقردوني اجتمع أكثر من مرة بالرئيس السوري بشار الأسد، ماذا في حقيبتك عنه؟ في حقيبتي أنه وصوله إلى الحكم كان سهل، بمعنى أن حافظ الأسد جهز نقلي منه إلى بشار الأسد، ولكن الحكم كان صعب. يعني لا يكفي الإنسان أن يتسلم حكما، أن يدير الحكم، إدارة الحكم لقى صعوبات. أول شيء لقى صعوبات داخلية مما كان يسمى الجيل العتيق، يعني الجيل الوالد يلي كانوا أقوياء، الحرس القديم يلي هندي كانوا أقوياء يعني وماسكين مدة 30 سنة متواصلة. لقى صعوبة في التعامل في فرض شخصيته، لأنه هو غرب يعني دارس بالخارج وقاعد برا، ما بيعرف الجيش، ما بيعرف المجتمع. ثالث أمر
أنا برأيي منذ 11، يعني منذ 2011 يواجه أكبر حرب ويصمت فيها. هلا أنا بعتقد أنه الحرب إذا خرج منها سيستطيع أن يحكم يمكن طويلا كمان، ولكن إذا لم يخرج منها في مشكلة أيضا حول وحدة سوريا. وأعتقد أنه كان كثير والده يعني لما يحكي عن وحدة لبنان كان يفكر بوحدة سوريا ويخشى من المشروع. يعني الدكتور بشار، الرئيس بشار، يخشى من المشروع الصهيوني الأساسي الذي يقضي بتقسيم المنطقة إلى مذهبيات مختلفة متصارعة فيما بينها. هذا هو المشروع الصهيوني من زمان، يعني كان موجود، ويخشى عليه من يمينه ويساره، يعني من لبنان، أنه يبدأ التقسيم بلبنان فيمس سوريا، أو يبدأ التقسيم في العراق فيمس سوريا.